القيادات الأمنية الميدانية التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط وإقليم الحرس الوطني بصفاقس يبحثوا على حوالي 40 مفقود توانسة أبحروا خلصة نحو إيطاليا، وهذا كان في الليلة اللي تفصل بين 10 و 11 في 2024 حسب ما أكدته الإدارة العامة للحرس الوطني. الإدارة العامة للحرس الوطني وضحت أنه على إثر توفر معلومات مفادها انطلاق عملية هجرة غير نظامية باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل ولاية صفاقس، تقدموا أهالي بعض المشاركين في العملية للمركز البحري بصفاقس للإبلاغ على فقدان الصلة بأبنائهم. وأضافت أنه تم تسخير زوارق وخوافر وطوافات معزة بدوريات ساحلية ودوريات جوية باستعمال الطائرة العمودية، إلى جانب التنسيق مع الوحدات الميدانية لجيش البحر، وذلك للقيام بعملية بحث بكافة الفضاءات البحرية والشريط الساحلي المداخل لولاية صفاقس. للإشارة فإنه مساء الثلاثاء 16 جان في 2024 عادت حركة المرور إلى نسقها العادي على مستوى معتمدية الحنشة من ولاية صفاقس، سواء على مستوى طريق السيارة أو الطريق الوطنية رقم 1. وهذا بعد ما شهدت المعتمدية اليوم صباح حالة احتقان واحتجاجات من قبل عدد من الأهالي اللي تعمدوا خلالها قطع حركة المرور بالطريقة الرئيسية والطريقة السيارة بالإطارات المطاطية وحاويات القمامة المشتعلة، لمطالبة السلطات الجهوية بالبحث وكشف مصير 37 شاب شاركوا منذ يوم الخميس الماضي في عملية اجتياز للحدود البحرية خلصة وانقطعت أخبارهم منذ ذلك التاريخ. وحسب بعض المصادر فإن عملية إعادة فتح الطرقات تمت بعد تلقي الأهالي وعود بسعي الجهات المعنية للحصول على معلومات بشأن المفقودين. وزارة الداخلية تكشف عن عملية أمنية مهمة جدا. مؤخرا تمكنت الوحدات الأمنية اللي تتكون من أمن وطني وحرس وطني من حجز كميات هامة من الأقراص المخدرة والقبض على مرويجيها حسب بلاغ لوزارة الداخلية، وتم إلقاء القبض على شخصين على متن سيار بجهة القبعة من ولاية منوبة من قبل الوحدات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية إثر توفر معلومات مفادها اندماجهم في مجال ترويج الأقراص المخدرة، وبتفتيشهم تم العثور لديهما على 1200 قرص مخدر مختلفة الأنواع ومبلغ مالي قدره 1500 دينار متأتي من عائدات الترويج. وبمزيد إجراء جملة من التحريات المعمقة تبين أنه أحد المظنون فيهما يتزود بالأقراص المذكورة من أحد الأطباء بولاية الكيف، وعليه تم التنسيق مع النيابة العمومية والتنقل إلى ولاية الكيف، حيث بإجراء عملية تفتيش لمنزل المعني تم حجز 3806 قرص مخدر من مختلف الأنواع و42 حقنة مخدرة و5 قنينات دواء مخدر. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. من جانبها تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس من تفكيك وفاق إجرامي يتكون من 5 أشخاص ناشطين في مجال ترويج المخدرات بكل من حلق الويد والكرم وقرطاج وقمرت، وحجز لديهم 1000 قرص مخدر ومبلغ مالي قدره 14000 دينار متأتي من عائدات الترويج. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال إشرافه على حفل تدشين مقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بالعاصمة بحضور وزير الخارجية الصيني ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار، أكد على ضرورة العمل من أجل تطوير
العلاقات المشتركة بين تونس والصين وفتح آفاق تعاون جديدة. وصرح رئيس الدولة بأنه هذه الأكاديمية إنجاز تفتخر تونس بتحقيقه بالنظر إلى ما سيكون لها من أثر بالغ على تكوين الدبلوماسيين لا في تونس فحسب بل في عديد الدول الأخرى، فضلا عن أنه هذه الأكاديمية ستكون فضاء لتنظيم الملتقيات والندوات العلمية وتبادل التجارب والخبرات. وأضاف قيس سعيد أن هذه المؤسسة هي تجسيد للتعاون المثمر والمستمر بين الجمهورية التونسية وبين جمهورية الصين الشعبية اللي يحتفلوا معا بالذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينتهم. وقد كان التعاون بين البلدين الصديقين لأكثر من نصف قرن متنوع في جميع المجالات، في الصحة، في الفلاحة، في الثقافة، في برشا مجالات أخرى. وبطبيعة كنا رجعنا على العلاقات الصينية التونسية وأهميتها، خاصة أنه العديد يرون اليوم أنه تونس لازم تفتح قنوات جديدة للتواصل والتبادل التجاري وإقامة علاقات اقتصادية قوية مع شركاء جدد إلى جانب الشركاء التقليديين اللي هم الغرب بشكل عام. بعض الدول الأخرى، تونس اليوم لازم تعزز يعني قنوات التواصل والاقتصاد مع الصين، مع روسيا، مع الدول الإفريقية أيضا، من أجل أنها ما تبقاش محصورة فقط في الشروط الأوروبية وال يعني القروض من الجهات المانحة الأوروبية. قيس سعيد عبر عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الصيني، واعتبر أن زيارته التاريخية إلى تونس تعكس عمق العلاقات بين البلدين والإيرادات المشتركة بينهما حسب تعبيره. وأشاد رئيس الجمهورية بتاريخ الصين العريق الضارب في عمق القرون اللي يحكمها القانون، وعبر عن اهتمامه بالتجربة الصينية في هذا المجال. وقام رئيس الدولة بجولة في أجنحة الأكاديمية حيث اطلع على مختلف مكونات معناها الأكاديمية هذه، واستمع إلى شرح بخصوص مراحل تشييد وتجهيز هذه المؤسسة اللي تمثل إحدى ثمرات التعاون الناجح التونسي الصيني. والتقى أيضا قيس سعيد بالدفعة الجديدة من الدبلوماسيين الشبان اللي باش يشرعوا في تلقي تكوينهم بالأكاديمية، وحث إياهم على الجد والبذل والعطاء حسب ما أكدوا، وقال بأنه هؤلاء سيعملون من أجل تونس وسيادتها كما يؤكد دائما رئيس الجمهورية.